أستاذ مصطفى، بالنسبة للمؤتمر أنت شايف إيه وتعليقك؟ طبعا هو في عدة نقط في المؤتمر مهمة جدا. أول حاجة إن هو المستشفى مؤتمر منصورة رغم حالة الضيق اللي هو فيها وإن هو خلاص قال إن أنا هقعد في البيت وكده، يعني لأن هو لم يتخلى عن مسؤولياته تجاه جماهير نادي الزمالك وتجاه حق نادي الزمالك، وقال ان هو القضايا مسؤول عنها، القضايا اللي هي عايزين ناكد الحته دي يا استاذ مصطفى، بالذات القضايا اللي جمهور الزمالك كلهم الشكاوى هتطلع للفيفا، عايزين ناكد عليها قوي ان هو قالها اول حاجه ابتدى بيها. الثلاث ملفات اللي هو قالهم، اول حاجه طبعا التدخل الحكومي، وبس انا عايز افكر الناس ان في سنه من السنين، يمكن مش فاكر سنه كام، خاصه بالنادي الاهلي، اللي تم اعاده تعيين مجلس اداره مره اخرى، مش اللي هو عاد محمود طاهر اعتقد كان في عهد حسن حمدي او كده، كان ساعتها بدعوة ان هم لو ما عملوش كده هيتم ايقاف النشاط الرياضي في مصر، خوفا ان حد يقدم شكوى للفيفا ويتم ايقاف النشاط الرياضي نظرا للتدخل الحكومي. فمن ضمن الملفات المهمة اللي هو التدخل الحكومي اللي حصل في 2020، ان مجلس يتحل عشان بيدعوا ان في مخالفات، وطبعا ما طلعش في اي مخالفات، دي المجلس رجع تاني بحكم قضائي محترم. تاني حاجة قضية التنمر، وكل الفيديوهات جاهزة، سواء التنمر بقى على شيكابالا، تنمر على جمهور من الجمهور ضد نادي الزمالك، التنمر على أشياء كثيرة جدا يعني داخل نادي الزمالك، والفيديوهات دي جاهزة ورايح. الملف اللي هو الثالث اللي هو ملف محمود كهربا، اللي هي القضية المهمة جدا، إن أنت بتدور على حقك، بتدور على لاعب موقوف من الفيفا وموقوف من لجنة الانضباط اللي هي خضع عليها اللاعب وخضع عليها رئيس نادي الاهلي وراحوا وكانوا معترفين بيها ايام التحقيقات، ولما اتحكم وطلعت قرار يخالف التوجه بتاعهم بداوا ان هم رفعوا قضيه بيقولوا ان لجنه الانضباط دي لجنه غير قانونيه. فهو الراجل متمسك بحق نادي الزمالك وحق جماهير نادي الزمالك في ان هو يلجا للفيفا بالملفات دي، وقال ان هو مجهز الثلاث ملفات كاملة وهيتم ترجمتها وإرسالها للفيفا، وإن ماسك حتى لو هو قاعد في البيت هيتبنى هذه القضية بصفته عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك. يعني حتى هو عضو بيقول إن أنا هبقى عضو عامل عادي في نادي الزمالك، هيتبنى هذه الملفات ولن يتخلى عن حق نادي الزمالك. كده دليل الراجل قلبه في نادي الزمالك برضك، يعني هو حتى وهو بيقول إن أنا هقعد في البيت ما قالش لا أنا خلاص ماليش دعوة بحاجة بقى، وأنا ماليش دعوة بيكو، وأنا بقى ماليش دعوة بنادي الزمالك ولا قضايا نادي الزمالك ولا حقوق نادي الزمالك. محافظ على حقوق نادي الزمالك حتى قال أنا هقعد ومش وأنا قاعد وعامل. تاني نقطة اللي هو احترامه للقضاء واحترامه للنيابة العامة وأحكام القضاء وأحكام القضاء، قال إن أنا بحترم القضاء وإن أنا ما أقدرش أرد على أي حاجة خاصة بالقضاء حتى لو كانت ضدي، أنا بحترم القضاء، لأن هو كان قاضي وكان رئيس محكمة وراجل يعرف القانون جيدا، حتى لو الأحكام بتبقى ضده أيضا بيحترم فيها القضاء. ولكنه تساءل في نفس الوقت إن هو زي ما أي بلاغ بيتقدم ضده وبيطلع تاني يوم وبيتحقق فيه، ويمكن كان مصيرها حبس شهر زي ما احنا شفنا وغيرها وغيرها، هناك دعاوى كثيرة هو رافعها أو شكاوى كثيرة هو مقدمها وما بتخرجش من الإدراج، موجودة في الإدراج ولم يتم التحقيق فيها يعني.